عليكم متابعين فلسفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. مازلنا كنتحدثوا على الوضعيه ديال الفنان المغربي، وملي كندوي على الفنان المغربي فما كنخصوش بالذكر غير الفنانين ديال اللي كينتميو لمدينه الدار البيضاء او المدن الكبرى، وانما حنا كيهمنا وضعيه الفنان المغربي في جميع مناطق المملكه. فاليوم معنا السي مصطفى برطون بصفته الكاتب العام للنقابة الوطنيه للموسيقيين المحترفين، باش نسلطوا الضوء على الوضعيه ديال الفنانين ديالنا ولكن في جميع مناطق ديال المملكه وخاصه المناطق النائيه. اهلا بك سي مصطفى. شكرا جزيلا، وكنعاود نجدد الشكر لهذه القناه الجميله انفاس بريس، وكنشكرهم الشكر الجزيل انه في غالبيه الاحيان حالي البيبان ديالهم، ناهيك على انكم كتصلوا بنا عكس بعض المنابر للاسف اللي ما بقاوش كيقلبوا على البحث عن المعلومه الجاده وعلى الحقيقة. على الحقيقه. فكنتمنى ان المنابر تقتدي بهذا الطريق اللي مشيتوا عليها، والله يجيبنا في الصواب. سي برطون، عرفنا مؤخرا ان كانت عندك واحد الجوله في مناطق ديال المغرب، والمناطق اللي كندويو عليها هي المناطق النائيه، مناطق الجبال، المناطق اللي بعيده على المشهد الفني والمشهد الثقافي، ما كتسمعوش بها بزاف. فبالنسبه لك ملي مشيتي تماك فشتي الوضعيه ديال الفنانه والفن في هذه المناطق هذه، مع العلم ان احنا كنعرفوا هذه المناطق كتسخر مواهب اللي يعني رائعه، فكيفاش لمستي الوضعيه ديال الفنان في هذه المناطق هذه؟ هو الفكره جات بطلب من ابناء المنطقه تما، الحمد لله شافوا مجموعه ديال الحوارات ومجموعه ديال التحركات، حسوا بان كاين واحد النوع من الصدق فيما يتعلق بالنقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين. انا لا اقول غرورا او ابراز الذات، ولكن هذه حقيقه، لان من يوم ما بدينا حنا في هذا المشوار النضالي والنقابي القصد ديالنا كان دائما نيه صادقه والبحث عن حلول، ونعطيو للفنان مكانته. ما كنقارنوهاش مع الغرب، كنقارنوها غير مع الدول العربيه. راه الفنان الا خرجتي غير برا راه في دول العربيه راه يختلف الوضع كثير على ما يقع هنا في البلاد. فلما اتصلوا على اساس اننا نديروا عندهم واحد الخطوه تما، وهذا كانت المفاجاه هو انه وتحديدا باش نعطيك المناطق اللي مشينا لها، وهي خنيفرة، بني ملال، أزيلال. فاكتشفنا واحد المسألة غريبة جدا. شوف، أول نقابة اللي كنت أنا عضو فيها بدأت في وسط التسعينات، كانت أول نقابة في المغرب، سميتها النقابة الوطنية للموسيقيين ومبدعي الأغنية المغربية. كان أنا ذاك الأمين العام سي أحمد الصبري، اللي كان ترجو الله يطول لنا في عمره ويكون في صحة جيدة. هاد النقابة بدات في وسط التسعينات، وحنا اليوم كندوي على 2022. المفاجاه هو ان اكتشفنا بان ما عمر شي نقابه وصلت تما. حنا كنشوفوا واحد التكاثر ديال النقابات متواجدين، كنشوفوا واحد الجمعيات اللي تاهي ولات كتقول حمايه الفنان، ولكن منحاصرين الرباط غير في واحد الجهه معينه. النقابات الاولى كانت كتجري فقط في حدود الرباط، يعني تما فين كاين الوزاره الباصيه، وتما فين كيدو على النضال ديالهم. وفيما بعد بداو كيجروا معاهم شويه مدينه الدار البيضاء. اليوم كاع الى هربنا كنهربوا، فمن جينا حنا عرفنا بان راه الموضوع اللي كيتعلق بالفنان الحرفي الموسيقي من يقتات خبزه اليومي من هذه الحرفه راه ما كاين والو. ان حنا في الوقت اللي كنفكروا في الموسيقي اللي هو داخل ارض الوطن في هذه المدن الكبرى، فينا هو ذاك الموسيقي اللي مسكين في أدغال الجبال وهذا؟ فوالله العظيم يعني كاين إقصاء، والله العظيم إلا نقول لك شنو اكتشفنا تما، إلا كاين شي أمور يندى لها الجبين، كاين شي أمور مؤلمة جدا. نعطيك مثال، بعد الشكايات اكتشفنا بأن واحد العدد من كتاب وخصوصا الأغنية الأمازيغية اللي تعرفت بواحد القضية، أن الكاتب هو في نفس الوقت ملحن. يعني ملي كيخرج الاغنيه كيخرجها كلمه ولحن، عاطين هذوك الاغاني لمجموعه ديال المغنيين مشاهير دابا حاليا على المستوى الاطلس، وهذوك المغنيين في مقابل هذيك الفلوس عطاوهم واحد الفوتات في مقابل هذوك الاغاني، ولكن
ما نقولوش شحال ربحوا من هذوك الاغاني على مستوى المادي بالنسبه للشركات الانتاج في الكاسيت ايام ما كان الكاسيت ثم من بعد السي دي وكذا وكذا. اليوم ظهرت ما يعتطل عليه الحقوق المجاوره والحقوق التاليف. صدقوا هذوك الناس مشاو خداو دوك الاغاني ديال هذوك الكتاب اللي مساكن هذا ونسبوهم لنفوسهم، نسبوهم لنفوسهم باي وجه حق. ملي كتولي عندك واحد 50 60 100 200 اغنيه انت حاطه على اساس انها ديالك في الوقت اللي هي ماشي ديالك، وهذاك اللي كان كاتبهم الحنا ما عندوش الحق مسكين حتى هو باش يستافد. خديتي 100 ونقولوا لا يعذر انسان جهله القانون، ولكن انت ضميرك مع الله سبحانه وتعالى. وجا الوقت اللي نقول لك انايا اسمح لي، جا الوقت اللي نقول لك وهاد الانسان اللي انا كنهضر عليهم راه ما عارف يرسم، على الاقل عطيو لهاد الناس شويه من هذوك الاغاني ديالكم، راه حتى هما عندهم ولادهم وعندهم الموضه وعندهم الكراه وعندهم هذا. هذا بالنسبه منطقه خنيفره. اما ازيلال حديت ولا حرج. ازيلال اكتشفنا انه كاينه واحد الفئه من شباب اصبحوا يدعون انفسهم رؤساء جمعيات، عندهم واحد الجمعيه كاين اللي كيقول لك كنحافظ على التراث كاين اللي كاين، ولكن هي في الداخل ديالها اكتشفناها تما ما هي الا جمعيات مغلفين بواحد غيلاف سميتو جمعيه الوغ هما مصريه على منشاد بمنشادين من كيسترزقوا من هذوك الناس وتشوفي الاعمار ديالهم ناس كبار ديال الفولكلور، يعني كيستغلوا الاسماء ديال الفنانين باش ياخذوا وكيدي المهرجان وكيدي على ظهره الفلوس. انا نعطيك هذه القصه وهذه خصي يفهمها الراي العام. الراجل جا قال لي ولدي احسن معايا، قلت ليه يا مرحبا الشريف، قال لي كنجي باش نوصل لهذا المهرجان ب 40 درهم وباش غادي نرجع ثاني 40 درهم هي 80 درهم. قال لك ملي وصلنا هنا قال لهم الفطور ما كاينش، بمعنى انه زاد واحد 20 درهم نقولوا هي 100 درهم. الغداء قال لك كان دون المستوى اضطرينا نتغداو في بلاصه اخرى هي 130 درهم، وفي اخر المطاف عطاوه 150 درهم قالت لي 20 درهم. ها على من كنهضروا، ها النقابه علاش كتجري كتقاتل من اجل تحسين وضعيه هذا النوع هذا. نحن لا نبحث من نقابتنا على باش نجيبوا هذاك الدعم او نقلبوا على مهرجانات باش نستافدوا منهم او النقابه خصها تبقى شاده هذا الخط تناضل من اجل كرامه الانسان. خليه بغض النظر عليه فنان ولا ماشي فنان، ولكن هو انسان حقه في ديك الكرامه، حقه في هذا. فهذا هو اللي كنناقشوا. ومني مشينا تما والله ادرفت دموعنا انك تشوفي شي امور حالة يرتلى بزاف. وهذا الانسان هذا راه بالنسبه لي مني تقول ليه مثلا وزارة الثقافة ولا سير لوزارة الثقافة وهو كيسكن في أدغال الجبال، راه كاتب لي فحال غادي ياخذ فيزا شنغل على حساب دولة أخرى. فخصنا ديك تقريب الإدارة من المواطنين خصنا نوصلوا لها. وبالنسبة لك سي برطون، ما كتلاحظش أيضا أن مجموعة من المواهب اللي كتكون في هذه المناطق هذه ما كيتسلطش على الضوء؟ يعني كيفاش علاش ما كينبرزوش هاد الأسماء هادو؟ وحنا غنرجعوا لنفس النقطة، مادام حنا التركيز ديالنا دائما على المدن الكبرى فراه كيبقى الفنان اللي محظوظ ماشي كلشي، وانما واحد الفئه معينه وهما الناس اللي كيتواجدوا في هذا الداخل وفي هذه المدن الكبرى. لو كانت التلفازه تقوم بالدور ديالها وهي من تنقب على الاصوات وهي من تنقب على هي من تبحث، لو كان هذا هو الدور ديالها لكان خصها تكون عند هاد الناس هادو. اقسم بالله العلي العظيم الا كان عاود ناكدها، راه ليس ذاك الفنان اللي كيبان لك في التلفزيون راه هو المتدا هو اللي خصنا ناخذه بعين الاعتبار. بالنسبه لي وهذه قلتها سنين طويله، التلفزيون ليس بمقياس. راه مني كندورو ديك الدورات واللي كنلقاوهم راه كاينين فرق والله العظيم الا احسن بكثير من هذو اللي كنلقاو نشوفوهم، يعني عندهم واحد المستوى عندهم مستوى عالي ولكن الجامع يوصلهم. فهاد الشيء راه يا اما خص تعاود النظر ولا نرضاو بالامر الواقع ونقولوا وداعا الفن. ملي كندوي على الاقصاء ودويتي على المهرجانات، فاحنا كنلاحظوا ان المغرب ولا ما شاء الله عنده واحد العدد كبير ديال المهرجانات اللي كيتنظموا في بعض هاد المناطق المناطق هادو، وهذه يعني شيء يعني اللي كنفتخروا به. ولكن النقطه ملي كنشوفوا عندنا 100
100 مهرجان، اكثر من 100 مهرجان، ولكن كيتم اقصاء الابناء ديال هذوك المناطق المحليين. وهذه راه سيدنا الله ينصرو راه مني دعم هذا الباب هذا ديال الانشطه الثقافيه مهرجانات وكذا وكذا وكذا، كانت واحده من المسائل اللي كان يوصي بها هو الانتباه واعطاء الاولويه لمن الفرق المحليه، هادو هما الاولين. عاد كان طعمو شي فنان اجنبي، ولكن ملي نجي نشوف الاجانب هما اللي خدامين والمحليين مساكن لا حول ولا قوه. شنو معنيتها دابا مهرجان؟ ها هو دابا دويت لك انا مثلا فهاد ازيلال، انسان كيتسنى فيه العام بك مالي باش يجي ياخذ 150 درهم ولا 200 درهم، وراه الحماق هذا راه شي حاجه. واش هاد الناس ما عندهمش كرامه؟ ما عندهم حتى شي حاجه. ثانيا واش ما غاديش نساليو من هاد اللغه؟ الميزانيه كترصد لاجل المهرجان، كتجي كتعطى للجماعه، الجماعه ما عندهمش اتصال بالفنان بشكل مباشر، وانما الوسيط دائما وفي غالب الاحيان كيكون سمسار. اذا هنا هذا الباب هذا كيف دار مثلا دابا مع وزاره؟ وكنشكروا على واحد القضيه ديال الدعم، انك ملي كتبغي تخلص كتخلص الانسان عن طريق لو ريب بونكر كيمشي ليه مباشره، ومؤخرا حتى بالنسبه لهذا التلفزيون حتى هو ولا كاين القناه الاولى، خصوصا القناه الاولى الا بغات تخلص الفنان كتخلصوا عن طريق البريد الحساب البنكي. هذا الشيء خصو يدار حتى بالنسبه للمهرجانات باش تبان الحقيقه ويتعرف ان هذاك الفنان واش وصلوا ذاك المبلغ اللي كيقولوا عليه هما في خلال ذوك التعاقدات ديالهم، ولا راه غير مجرد سينما. سي مصطفى للاسف ان الوقت يعني حنا محكومين بهذا الوقت، ولكن ما غاديش نقدر انني ننهي اللقاء ديالنا اليوم بلا ما نطرقوا لواحد النقطه مهمه اللي هي التعاضديه ديال الفنان اللي دارت باوامر ملكيه في 2008، ودابا كنشوفوا مطروح واحد المشكل كبير اللي هو ان الفنانين لقاو راسهم مطالبين وكيتعاملوا معامله ديال المستقل، يعني بانهم مستقلين مع انهم متابعين لواحد الشركات وجراء. فطالب كيطالبوهم دابا بانهم يديو واحد المبلغ شهري ياك. فبالنسبه لك انت في هذه النقطه، وخصوصا ان حنايا مؤخرا شفنا الحاله اللي يرتلها اللي دات بها الفنانه ديالنا الشعبيه خديجه البيضاويه، وكانت لقات مشكل انها تعالج. فمني كتلقى الفنان انه ما لقاش حتى باش يتعالج، ويبداو يجمعوا ليه من الفنانه الاصدقاء ديالو، وكانه هو ما عندوش واحد الجهه اللي مسؤوله عليه وعلى رعايته. فشنو كتقول في هذا الامر؟ الحمد لله للأخت خديجة بعد لقات واحد السند من طرف الفنانين، ولله الحمد كاين فنانين اخرين مساكن مشاو في عداد المفقودين لأنه ما كاينش السند. النقطة الثانية اللي تكلمتي عليها، التعاضدية راه بدات من 2008 وكان عندنا واحد الارتياح، وقعت مشاكل من بعد تعالجات الحمد لله والأمور غدا على أحسن ما يرام. اليوم تتفاجئنا بهذا الخبر الجديد، هو أنه تعطات بطريقه او باخرى العناوين ديال الحاصلين على بطاقه الفنان لصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق الضمان الاجتماعي غادي دابا في هذه المسطره ديالو بواحد الطريقه غير معقلانه بتاتا. كيتصلوا بالناس كيقولوا اجي تقيد، في الوقت اللي هو الاخر مقيد ديجا في التعاضديه، وكاينه امتيازات مقارنه مع صندوق الضمان الاجتماعي. التعاضديه عندها امتيازات، اقلها انه السعر المتداول اللي عاطرين 700 درهم ماشي 2200 درهم. 80% اللي كتعطي التعاضديه ماشي هي 70%. ناهيك على بعض الابراض المزمنه اللي الحمد لله كيستافد منها هذا. ثم هناك شراكات مع مستشفيات من قيمه المستشفى العسكري، يعني هادشي هذا كله كاين اللهم لك الحمد. وهذا الشيء مشينا فيه ومشينا فيه بارتياح. اليوم تفاجئنا بانه كاين صندوق ضمان اجتماعي من خلال على ما اظن شي سيرفيس معين كيتواصلوا مع الناس الفنانه وكيتكلموا معهم بواحد اللغه فيها نوع من 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 الصرامه، يعني راه لابد والا توهم على وتأدي واحد الواجب اللي هو 180 وشي حاجه اللي كتعطي تقريبا 2200 وشي حاجه في العام. ما معناه ان وراه الاضعاف ديال داك الثمن اللي كيخلصوا في التعاضديه في الفتره اللي فيها ازمه وفي هاد الظروف وفي ازمه ديال كورونا وهذا والمشاكل. ولكن اللي بغيت ناكد عليه، هذه راه غلطه
نكون واضحين، واش انت كتجي كتعامل مع ذاك الفنان على اساس انه بحال حر مستقل كيدير هو أجير. واش نسيتوا هاد الفنانه اللي كيشتغلوا مع ارباب محلات جميع المرافق السياحيه، كيفاش غادي تتعامل معه؟ هو حر، هو راه تحت من الاداره ديال واحد المشغل. هادو كيفاش كتقول لي انت خلص؟ ثانيا نسيتوا المنظمين، لانهم هما اللي كيقوموا بالعمل، هما اللي كيتعاملوا مع المستشارين لي سبونسور، هما اللي كيديروا. فانت شنو كتقترح كحل زعما؟ خاص يتعاد النظر في هذا الموضوع هذا. احنا رضينا بمعنى الكلمه بما اقترحه سيدنا الله ينصره. هذيك التعاضديه راه مزيانه، عندنا دعم، والدعم خصو غير يجي في الوقت المناسب ديالو. لا داعي للضمان، شي ما يبغينا في حاجه وحده راه مازال ما عطاش لينا. هو نظام تقاعد، هذه هي اللي بغينا فيها احنا. هذه لو كان مشاو فيها وخدموها بالمعنى الكلمه نتمناو يصونوا عليا اليوم قبل غدا. هذه دابا خليته او كتقولوا لا هذا مستقبلا غنشوفوا في هذا الموضوع هذا، ومشيتوا لواحد الحاجه اللي هي ديجا كاينه. ما فهمتش. شكرا سي برطون، مرحبا. بعدا وضحنا هذه النقطه لان فيها واحد اللبس كبير الناس باقي ما فاهمهاش. فهذا هو لقاءنا اليوم مشاهدينا، وصلنا لنهايه اللقاء ديالنا، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله. السلام عليكم.